دكتور طلال أبو غزالة قصة نجاح ملهمة ودليل على إمكانية العبور من الفشل إلى النجاح، وعلى تحويل المعاناة والألم إلى فرص، ولأنه يؤمن بالتفاؤل وبأن السعادة قرار شخصي. تمكن طلال أبو غزالة من أن يصبح على ما هو عليه الآن، إذ يرى بأنه الأب الروحي للمحاسبة العربية، كما ينسب إليه الفضل في الترويج لأهمية الملكية الفكرية في العالم العربي. دكتور طلال، أهلا بحضرتك. شكرا لك ست. وسط اليأس والتخبط بمشاكل الحياة والسياسة، يبقى أبو غزالة متماسكا، تقوم فلسفته على مبدأ أن السعادة قرار وأن الله محبة. إلى أي مدى ساهمت طفولتك وتربيتك على صمودك وحبك للعمل والحياة؟ يعني أنا ثقافتي كلها مبنية على أن نعمة الله علينا أن نعمل. العمل هو الصحة، العمل هو الراحة. إذا واحد عاوز ينام يرتاح، حضرتك كنت قلت قبل كده لازم كنت عايز ترتاح، لازم تتعب، لازم يتعب بالنهار حتى يوم لو يوصل السرير ينام مرتاح. مظبوط. وهي الطريق للنجاح. يعني واحد بتوقع يقعد صافن بالسماء وتجي له أحلامه كلها تتحقق؟ لا، تتحقق بالجهد وبالتعب وبالمثابرة، فهي حقيقة ثمارها على صحة الإنسان، على مستقبله، على نجاحاته، على سعادته. مزبوط. السعادة اللي بيعمل بيكون سعيد. عدم العمل ممل ويؤدي إلى عدم راحة نفسية. فما فيش في الدنيا شيء، الدواء الوحيد لكل شيء هو العمل. العمل. ما ذكرياتك عن اليافا اللي انت حضرتها وانت في سن العاشرة، وكيف أثر مغادرتك لبلدك على نشأتك؟ أنا اللي حصل انه كان عمري 10 سنوات بالضبط في سنة 48، السنة اللي بسموها النكبة، وهي كلمة سخيفة. ما فيش في شيء اسمه نكبة، في شيء اسمه احتلال. الاحتلال الصهيوني لفلسطين كان عام 48، فلنسميه احتلالا بدل ما نقول نكبة، حق ضربتنا صاعقة من الهواء. لا، هذا يومها كنت على الباخرة، واحنا على باخر ألقينا على بواخر شحن مش سفر، ونظرت إلى وجه والدي حزين متألم، فقلت له خير شو في مشكلة؟ قال لي كيف مش شايف خسرنا كل شيء؟ قلت له أبدا، الإنسان بيخسر لما بيخسر اللي هون واللي هون، أما الأشياء اللي تحققها تستطيع أن تحققها من جديد. أكيد بدك تحققها من جديد. حضرتك كنت طموح جدا. كل حاجة ضاعت، كيف نحققها؟ قلت له أنا سأنتقم لك من هذا العدو المحتال. قال لي كيف؟ قلت له بأن أتفوق عليه. وأنا لم أكن أعرف كيف يعني، فبس قصدي باللغة العامية الفلسطينية قلت له أنا بدي أثبت للدنيا أني أنا أحسن منه. هذه كانت مفهومي للتفوق. فالمهم بدأت من هنالك رسالتي في كيف أكون برنامج وخطة التفوق. وأنا اليوم أقول، وكل اللي بيسمعني يتحداني ويقول لي أنت غلطان، إذا كان في هنالك في عدوي، وأنا ما عندي عدو في الدنيا إلا العدو الصهيوني، ما عنديش أعداء، حتى من يؤيد العدو الصهيوني مش عدو. بترك الرأس وبمسك الدنم؟ لا، أنا الرأس هو العدو، هذا هو. إذا كان هنالك من يستطيع أن يسمي رجل من هذا العدو يتفوق عليه في مهنتي، في لا أريد أن أتكلم عن نفسي، إنما في مجمل ما أنا أريد أن يقولوا لي. حضرتك كنت طموح قوي وأنت في سن العاشرة، يعني غالبا الأطفال في السن ده ما بيبقوش مثلا يقولوا لوالدهم كده، بيبقى عايز حد والده اللي يقول له الكلام دوت. يعني رد الوالد قال إيه؟ قال إيه لحضرتك؟ والد يعني طبعا شعوره مختلط، لأنه يعني أنت يعني عمرك 10 سنين جاي تقول لي بدك تنتصر وتتفوق، وبنفس الوقت كان يؤمن فيه، لأنه أنا بخلال 10 سنوات في فلسطين في يافا رافقته كثيرا في مشاريعه. كنما كان يزور البيارات، البيارات عندنا هي الحدائق، الخضار، المزارع، أو في مشاريعه الأخرى. هو أنشأ أول مصنع للثلج الاصطناعي، فيعني كان ملهم بالبزنس. فكان يأخذني ويفهمني ويشرح لي من دون إخواني، يعني بشكل استثنائي
كانت علاقتي معه مع والدتي، فتأثرت كتير بشخص والدي وشخص والدتي. هنرجع تاني كلمات من والدتك قالتها عندما غادرت فلسطين، أعتقد أنها ما زالت عالقة في ذهنك، ممكن تحدثنا عن دور الأم في حياتك؟ بالنسبة لي والدتي وأنا روحين في جسدين، وإنما في تلاحم كامل بين أرواحنا. أنا من أعز وأجمل أيام حياتي كان عندما كنت مسافر مرة ومريت على البيت عند أهلي، هذا عندما كنت أعمل في بيروت في لبنان، ولاحظتها حكيها كلامها ثقيل مش عادي. فبقول له مالها الوالدة؟ قال برد. قلت له لا ده مش برد. أخذتها طلبت سيارة إسعاف، أحس فيها وتحس فيها، يعني في بيننا علاقة إلهية. فقالت لي كيف العيلة؟ لا ما فيها شيء، تأخذها حرام المستشفى. وصلنا على المستشفى دخلت في كوما كاملة، لا تسمع لا تتحرك لا تتكلم، ما في شيء فيها إيه. وبقيت في هذه الحالة 15 يوم. 15 يوم أنا حاطت كرسي زي اللي جنابك جالس عليه على باب غرفتها، لم أغادر المستشفى 15 يوم. وكان كل ما يسعدني عندما يخرج الطبيب منها تسأل وتطمن، يقول لي مين هذا طلال أبو غزالة؟ مين طلال؟ أقول له أنا. يقول لي لأنه لما بنغزها في الدبوس بتقول طلال، بدل ما تقول أخ بتقول طلال. كانت هاي بالنسبة لي لها معنى كبير جدا. يمكن الناس يفتكروا أحداث من هالنوع يعني عمل شيء عمار أو عابر، أبدا. دي خلتني أحس أنه أنا جزء منها وأني أنا استمرار لها، فما بعتبرها موجودة. أنا ما بقولش الله يرحمها، بقول الوالدة كأنها موجودة وأخاطبها كأنها موجودة. بس حضرتك كنت قريب من الوالدة كده أكثر. نعم من الوالد. نعم في عيد ميلادها خاطبتها برسالة وأنا لم أقل المرحومة. كانت إيه هي الرسالة؟ بالنسبة لي هي موجودة، وكذلك الناس العظام. هذا شيء مش عن لأنها عظيمة، ما حدا بيدعي ذلك، ولكن لأنها عزيزة. فأنا الناس العظام والعزيزين علي لا أقول الله يرحمه ولا بقول رحمة الله عليه، لأني أعتبره معي جالس وأعتبره في حياتي موجود. هو عند الناس مات بس عندي أنا لم يمت، موجود أبوي الآن معي. بتفتكر كل حاجة قالها لك، بتحس بكل حاجة كان بيعملها لك. نعم نعم. حققت لك ابنتك أمنية تمنيتها كتير بإصرارها أنها تزور منزلك في فلسطين. أيوة بنتي درست مصرة. كانت تدرس في جامعة هارفارد. أوكي. وقرر بأمريكا ساكنة، فقرروا تروح مع وفد إلى فلسطين ليدرسوا التعليم في فلسطين. تقرير دراسي يقدموه عن التعليم. فبسألها المسؤول الجوازات ما أسباب الزيارة؟ قالت له بدنا نعمل دراسة عن التعليم في فلسطين. قال لها بلاش الكلام الفاضي هذا، أي تعليم؟ الفلسطينيين عمال ممتازين، لازم يكونوا فقط يشتغلوا عمال، ما يضيعوا وقتهم بالدراسة، شو حتفيدوا الدراسة؟ احنا مستعدين نستوعب كل فلسطيني عامل عندنا. هذه هي النظرة الفوقية اللي كانت يتعامل بها. المهم ظلت تسعى لأن تزور البيت اللي أنا ولدت فيه في يافا. فعندما ذهبت إليه دقت على الباب، طلعوا لها الساكنين فيه طبعا من يهود لأنهم استولوا على منازلنا ويسكنوها. فقالها نعم. قالت له أنا بنت فلان وجاي أزور بيت اللي انولد فيه والدي بس لا أكثر ولا أقل. قال لها احنا ما دخلنا، احنا جابونا وسكنونا هون، يقولونا اطلعوا بنطلع بس لا تحملينا اي لوم او مسؤولية. قلت له انا مش جاي احملك، انا جاي بس لانه والدي يتمنى ان يحضر ولكنه لا يستطيع لانه غير مرغوب فيه في هذا البلد في هذا النظام الاحتلال. فبس هذه كل القصة. بنت صغيرة كان عندها كم سنة؟ حوالي في الجامعة 25 سنة كانت تدرس دراسات عليا. ما
بس الموقف ده ساعد حضرتك جدا. قررت ان حضرتك ما تستسلمش للاحباط وان انت تكون طفل سعيد. هل حققت تمكنت من ان انت تحقق تلك السعاده اللي انت كنت عايزها؟ السعاده عمليه مستمره. والنجاح عمليه مستمره، واتنين مربوطين ببعض. يعني انا ما شفت ناجح تعيس. ولا تعيس واحد تعيس يستطيع ان يحقق النجاح. الشيئين مترابطين، هذا الشيء اللي يعني يمكن بفوت على الكثيرين، انه ما فيش تمييز بين السعادة والنجاح، لان السعادة تؤدي الى النجاح، مرتبطين ببعض، والنجاح هو يسبب سعادة. فبالتالي امتى الواحد بيحقق اهدافه؟ ما في نهاية، لان العمليه مستمره. بتبقى عايز نجاح اكتر. بالضبط. يعني لما اقول انا اريد ان انجح، ما فيش والله انجح انه يصير عندي كذا مبلغ او يصير عندي منصب او كذا. النجاح عمليه مستمرة، ولا يجوز ان تستمر الا لاخر يوم في حياه الانسان. بس حضرتك بتتناول الامور بطريقه هاديه مش استفزازيه، وبتحقق كل اللي انت عايزه وبتصل لغايتك بكل هدوء. هل ده سر نجاحك؟ النجاح هو قرار، كما السعادة قرار مثل ما قلنا. وأنا اكتشفت بحياتي وأنا أحب الناس، اكتشفت أنه لا يمكن أن تحب واحد ويكرهك. على الأقل حتى لو كان يغار منك بيغار منك بس ما بيكرهك. فكنت دائما أتعامل عندما أقابل أي شخص بحب، ولكي أحبه ما هو الشيء اللي فيه جميل. كل إنسان فيه شيء جميل. مظبوط. كل إنسان. نحن مع الأسف نظرتنا في العادة لما بنقابل واحد من أول مرة بندور على إيه اللي العيوب. غلط فيه. لبسه ولا كلامه ولا عقله ولا لا. أنا أبحث ما هو الجانب ما هو الجميل في هذا الإنسان، إنسان ذكر أو أنثى، فأبحث ما هو الجميل فيه، وهذا يجعلني أحبه. مثلا حتى لو كان مثلا أنه رجل مخلص لعائلته، لوالده، لوالدته، فهذا شيء بيخليني أحترمه وأحبه. وما في شيء إنسان سيء في الدنيا، وما أنا ما عندي حدا أكرهه أبدا إطلاقا. بكل من حاربوني وانتقدوني، وبالمناسبة أنا أتحدى أنه في حياتي يوم واحد شتمني، وهذا متوقع الناس آراء ولها الحق أن تكرهني أو أن تحبني أو أن أكيد أي حد الناس تفضل. لم أرد رد على أي انتقاد سلبي أبدا بحياتي، ما مستعد أرد. فأنا لما يجوني الشباب في المؤسسة بيقولوا في واحد كاتب تقرير سيء ضدنا، بقول له طيب الموضوع الثاني، بيقول لي طب شو نعمل؟ قلت له ما تعملش، روح اشتغل. أحسن رد عليه إنك تنجح. يعني ما فيش حد ابدا قال لحضرتك حاجه ومتضايق منه؟ ما فيش شخص يعني متضايق منه؟ قصة. اوكي. واحنا الختياريه بنحب نحكي قصص. اوكي. هذه القصه، انا كنت ارأس احد المؤسسات الاجتماعات، وفي واحد من اعضاء المجلس لا يطيق ان يسمع اسمي، مش يشوفني، يكرهني، منافس. بدون سبب؟ منافس. منافس. كل انسان له حق يحب ويكره. انا ما مش لا املك فدخل متأخر على الاجتماع. قلت له أهلا بالحبيب. قال لي ما تقول لي حبيب، أنا بكرهك. قال لك كده على طول؟ بكرهك. قلت له طيب شو المشكلة، أنت كرهني وأنا بحبك. قال لك أنت أخذت خيارك أن تكرهني، وأنا خياري أني أحبك. قال لي بقول لك بكرهك وبكره اسمك وبهرك أشوفك. قلت له كله مظبوط وكله صح وحقك، بس أنا مبسوط منك وأشكرك وأرجوك أن تستمر في كرهي. قال لي كيف يعني؟ قلت له أنت عم تخدمني لما بتكرهني ولما بتنتقدني ولما بتهاجمني، لأنه بتخليني دائما واعي إلى وجودك. هل في حكمة صينية تقول سامح عدوك أو خصمك ولكن لا تنسى اسمه؟ اوكي. لانه بس انت شو بفيد انك ترد عليه؟ شو بفيد اذا هو يكرهك او لا يريد نجاحك؟ قلت له انت عم تشتغل ضدي. بس ده عشان في منافسه وكده، وعم بتخليني انا اشعر بانه انا علي ان اكون احسن. حتى اولا ما احقق رغباتك باني افشل،
وثانيا حتى احقق رغباتي باني انجح. بننجح. فانت بالحالتين حارس امين الي من نفسي وانا اشكرك وإلك عندي حقوق انا مستعد ادفع لك عليها فلوس. عمل حاله ومشي. طب ده كان منافس، هل كان في صديق عند حضرتك كنت واثق فيه ويعني طلعت الثقه دي مش في مكانها؟ باستمرار، دي عمليه دائمه ومستمره. وما في اسم مشكلة. حد تقدر تقوله؟ ولا فيها مشكله ابدا. هنالك الناس والبشر يختلفون في شخصيتهم، يختلفون في ردود فعلهم، وهذا حقهم. واحد يعني كان ممكن ان يكون صديق دائم واقتنع بانه هو بيستطيع يصير محل طلال ابو غزالي مثلا. كمان كنت على مجلس اداره مؤسسه عالميه، وكان احد الاعضاء من اعز اصحابي. ف اما طموحه او حدا اغراه قال له طب ليش طلال ابو غزالي الرئيس مش انت؟ فاجى على الاجتماع بقول لي يعني صار لازم نغير الرئاسه. قلت له أنا أؤيدك وأنا موافق وأنا أطرح هذا الموضوع الآن للتصويت، خلينا نأخذ قرار، لأنه ما بيجوز الرئاسة تكون مستمرة بدون نهاية ويجب أن تكون بموافقة أعضاء المجلس كله. فأنا بحب أن أبلغكم أني أنا مستقيل الآن، هاي استقالتي، وانتخبوا واحد منكم. أوكي. فواحد فهذا اللي كان متأمل انه يصير محلي قام مندوب مصر على المجلس قام وقال احنا ردنا على هذا الموضوع هو انه احنا منسحبين من المجلس، ولم يبقى جالس الا هو وانا. قالوا له احنا بتحلم انه احنا نختارك على فلان، على دكتور طلال. فلا هو لانه عملت فيهم شعور سلبي أكيد. بدل ما انه يكسب تأييدهم. فبس انا قلت له معلش يا بنجرب مره ثانيه وخلينا نعمل اجتماع ثاني ونطرح الموضوع من جديد وان شاء الله بيصير في قبول. مش هو الوقت بيخلص مع حضرتك، في اخر سؤالتك كنت عايز اسال عن تنبؤ حضرتك بان الاقتصاد المصري هيكون افضل الاقتصاديات عام 2030 بالنسبة لمصر. قلت ان هو مرشح انه يكون السادس عالميا. انا بس حتى اكون دقيق، انا لا اقدم توقعات ولا تنبؤات. اوكي. انا تلميذ. وانا اليوم وانا معك تلميذ ادرس، وانا اسمع كلامك انا ادرس. أوكي. انا تلميذ دائم بكل حياتي، اتعلم من كل شيء حوالي. فانا ادرس ما يصدر من تقارير وتحاليل ولا أتقبلها كما هي، بس أحللها تحليلا ثانيا. كان تحليل مش تنبؤ يعني. كان تحليل نتيجة دراسات مع مقدمة من من مراكز بحث علمية عالمية. مؤسسات البحثية العالمية، وأنا على تواصل ومتابعة لها، تدرس التوقعات في النمو استنادا إلى معايير النمو. مثلا هذه التوقعات اللي أنا تقبلت أغلبها واعترضت على جزء منها تقول بأن أمريكا لن تكون الدولة العظمى في عام 30، راح تكون الصين. الصين مزبوط. وأنا أول من قال يمكن هذا الكلام، وكنت قلت بأنه شو الكلام السخيف، هذه دولة عظمى المهم، وأن الاقتصاد الثاني في العالم مش حيكون دولة إلا أمريكا، والثالث هو الهند اللي إحنا الآن ننظر لها نظرة غير صحيحة. ما يعني ما نعطيها حجمها الحقيقي. وبعدين أن تركيا ستكون الدولة السادسة كاقتصاد في العالم. حضرتك كنت قلت مصر هتكون السادسة. لا، سادسة التقارير بتقول سادسة. أوكي. ومصر سبعة. أنا اختلفت مع هذا التحليل، ودراساتي تشير إلى أن مصر ستكون السادسة وستتفوق على وتكون أعظم اقتصاد في العالم من المنطقة كلها، ستكون هي الأولى. هلا ليش؟ أنا هذا النقطة المهمة، لأني أنا بقارن
ما هي أدوات النمو الاقتصادي التي ستحقق النتائج؟ مزبوط. في الوقت الذي فيه كل الدول تقريبا باستثناء الصين ومصر بس بدرجات أقل دول أخرى تركز على المستقبل أكثر من الحاضر. مصر قررت هنالك. انا كثير متاثر بالثقافه الصينيه وانا اول من فتح مكتب في الصين في الدنيا مش بالمنطقه ها من كل العالم اول مكتب في الصين كان مكتبنا وانا بحكي عن قبل 50 سنه. فاحنا الان نتكلم عن دوله اللي هي مصر. سيادة الرئيس السيسي بيعمل تطورات لسنين قدام فعلا. هو بيخطط لمستقبل مش لليوم. الدول تخطط موازنة سنوية. أو خطة سنوية وبدنا نرضي الشعب وبدنا لا احنا عاوزين نرضي مستقبل الشعب مش الشعب نفسه مستقبله أبنائه أحفاده وتاريخه وحضارته ومستقبله. خذ الكورونا. بالكورونا أنا هجمت لأني قلت الكورونا آفة وكارثة طبية وعلينا أن نحمي البشر وصحتهم صحيح بس بنفس الوقت لازم نحمي أرزاقهم ومستقبلهم. مزبوط. قالوا ده بحبه بهموش أرواح الناس عاوز يهتم بالفلوس لا أنا بهمني مستقبلك كما أهتم بحاضرك. والصين أعلن شي جنبين وأنا أفتخر بإني استلمت هنا في القاهرة من يد الرئيس الصيني شي جين بين بيده شخصيا درع تنمية العلاقات الصينية العربية. شي جين بين قال أرواح الناس وصحتهم مهمة ولكن مستقبلهم مهم أيضا وبدنا نمشي في الخطين سوا. هذه السياسة الحكيمة التي يسير عليها القيادة المصرية بأني أنا أبني للمستقبل مش ببني لرفاهك اليوم رفاهية أو تتعب بكرة ومتدرشيش بكرة. وهذا أيضا في حكمة صينية تقول لا تبيع حاضرك بسعر رخيص مقابل مستقبلك الغالي. فهذا التحليلات اللي عملتها أنا وانتقادي فيها واللي بتقارير البنك الدولي والصندوق النقد بأن أتوقع أن مصر العظيمة ستأخذ مكانها في قيادة العالم. بجد بشكر حضرتك جدا يا دكتور طلال وتشرفت جدا بحضرتك. مشاهدينا كده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. استنونا بحلقة جديدة. تصبحوا على خير. شكرا جزيلا لك وشرفتيني بهذا اللقاء.